صافي زوينه ديالي اختكم بشرى جمعت حويجاتها، اختكم بشرى غاديه للمغرب طريق السلامه. المهم البنات الصاك ديالي لا فاليز الكبيره الاخوات ولا فاليز اللي غنطلع معايا للطياره، كل شيء البنات عبرتوا بهذا الميزان هذا، وكنقول لكم تهلاو في راسكم نتلاقاو في البلاد ان شاء الله. يا البنات ما شاء الله اختي كل شيء كياخذهم انتم يا البنات، طيروا الاكسي وجابوا لكم بيبيك خيمه الاخوات فيها فندوطا البنات، فيها فندوطا وفيها ايكرو ديال الشمس يا البنات، سريعوا ما شاء الله وخرج لك الطبايع. اشنو قلتي لي؟ خرج بيض وعجوزي داك النهار ما داتش، قالت لي دي انت جربي. أه. جربت فيا. جربت فيك انت؟ قلت لها مليح، مشات حتى لباري ما صابتش، ما لقيتوش في باري. روحي كيتصبي خدي لي وخدي لي. عرفتي كتسولوني عليه بزاف ديال الاخوات بشرى واش حاطين الهاشوار في اكسيون. البنات ما شاء الله حاطينه بكونتيتي كثيره يا الاخوات. هذا اختي هاشوار كيطحل لك الفلفله البصله مطيشه، وكيطحل لك اختي حتى اللوز. البنات كيجوا فيه اربعه ديال الماس، اربعه ديال الماس، وحاطينه لكم البنات بثمن خيالي، وفيها اختي تخوازون ديال لاكارونتي. دير ضجه كبيره يا البنات هذا الميكسور هذا، عرفتوا كيحطوه في اكسيو كيطير البنات. فيه واحد الميزه واعره، هو انك اختي كتديه فين ما بغيتي، وكطحني العصر ديالك وقتاش ما بغيتي، كتشارجيه بحال التليفون البنات، كيتشارجا وتتديه فين ما مشيتي البنات، كتبركي على هذه البطونه وكيخدم لك. هانتوما البنات شفتوا، هانتوما كتشارجيه بحال التليفون وكيخدم لك اختي فين ما مشيتي، طحني العصر ديالك وقتاش ما بغيتي. وجايبينو لكم في اللوينات، بارطاجيت معكم اخر مره البنات هاد العويشقات هذا اللي داير لهم غير 99 سنتيم، كيجي الباك فيه اربعه ديال العويشقات صغار. اليوم البنات جابوا لكم كلشي السيرفيس كامل، كيجي هذا الموديل هذا فيه اربعه ديال العويشقات كبار، هذا الموديل هذا فيه فريشطات اربعه البنات، كاين لماس هانتوما في اللوينات، كاينين حتى لماس الاخوات هانتوما. يعني كتصايبي انت الباك ديالك اختي كتهزي اربعه اربعه من الحاجه، وكلشي ب 99 سنتيم. يا البنات بحر حطهم في اكسيو، هما البنات المتتبعه ديالي واقفين باغيين ياخذوه هي الاخوات. شي حاجه واعره كنبارطاجيت معكم هذا الماسك هذا ديال الشعر البنات اللي ترطيب الشعر، شي حاجه خطيره. راه شرحت لكم كل شيء البنات في الفيديو. اليوم اختي لقيتهم جايبين شامبوان ديالو، عرفتوا يا البنات كيبقى طبيعي 100% 96% اوريجين ناتور، وغير اورو 76. سارعوا يا البنات. المهم تقدرين هرجليها ولا اختي انتيا ضرينك رجليك، بغيتي تقيشرات ديال السفر، شي حاجه اللي كتلبسيها وكتزمي لك الرجل في لا فارماسي دايرين الثمن، وانت اختي غتاخذيهم فابور فابور اختي. اليوم غادي نقول لك كيفاش تاخذيهم فابور. شوفوا لي البنات الجديده ديال اكسيون، جابوا لكم اختي اواني راقيه، اول مره كنلقى هاد الموديلات هادو. شي اختي البلاطويات كي دايرين، كيجي هاد الموديل سامبل وهذا كيجي شويه غارق. شوفوا البنات الستيلات اختي كيحمقوا يا الاخوات، شوفوا لي الديزاين ديالهم عرفتي راه ما كيخليش العقل. اول مره البنات كنلقى هاد الموديلات هادو، غير اختي اللي ما بغاش يتبرع. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير بألف صحة وبألف عافية. خصكم بشرى جبتكم اليوم اخواتي الاكسيو ديال جيرلون، ان شاء الله غادي ندخلوا اي حاجة لقيتها نبارطاجيها معكم. يلا خليكم معايا ونبداو على بركة الله اخواتي الجولة ديالنا. اول حاجة البنات بغيت نبدا بها اليوم اختي وهي هذا الهشوار هذا اللي كيجوني عليه ما شاء الله بزاف ديال الاسئلة. بشرى راه كنمشيو الاكسيو وما كنلقاوش، البنات راه كان مقطوع ولكن راه داروا ليه للروتور، راه غادي غير سيري اختي راه غادي تلقيه. راه دابا البنات مشيت لديال طرار، ها هو اختي جيت لديال جيرلون كلهم البنات حاطينهم، وشوف بكونتيتي كثيرة ما شاء الله، في جوج ديال اللوينات البنات وكيجيو فيها اربعة ديال الماس. ها هو اختي هذا ديال اكسيو راه كيجيو فيه البنات اربعه ديال الماس، يعني كتستعملي اختي كطحني به الفلفله البصله مطيشه اي حاجه اختي الربيع اي حاجه اختي كيطحنها لك، وكيطحن لك حتى اللوز، كيطحن لك اختي حتى اللوز. شي حاجه زوينه اللي حاطينها لكم البنات بثمن رخيص 11 اورو 95، وفيه جوج ديال اللوينات حاطينه لكم في هذا البيض هذا وفي النوار. نبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه 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 يا البنات، وهو هذا الميكسور هذا. هاد الاخوات راه داير واحد الضجه ما شاء الله يا البنات، داير ضجه كبيره يا البنات. غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو. هذا اختي كيجي واحد الكاس ديال العصير على هاد الشكل هذا، كطحني فيه العصير اختي فين ما كنتي، ولكن ماشي هذه هي الحاجه اللي مميزه. الحاجه اختي اللي مميزه هو انه كتشارجي اختي بحال التليفون، كيجي مع هاد الشارجور هذا كتلقاي اختي في هاد الباك هذا، وكتلقاي هاد القفاله هادي فهمتوا، هادي باش كتسدي القرعه واختي، وكتشارجيه في الدار كتشارجيه بحال الشكل ديال البورطابل، وكتخرجي كتكوني في الخدمه ولا تكوني خارجه بيكنيك ولا، وكتصايبي العصير فين ما كنتي اختي، كتبركي عليها من هنايا كتبركي عليها صافي اختي، وكتطحن لك شتي. ها هي البنات والله الا خدامه مشارجيه. شو البنات والله تخلعاتني، هانتوما البنات ها شوفها
شفتوا صافي كتبركوا عليها صافي وكطح لكم العصير ديالكم. ومن بعد اختي كتشدي هذه القفاله هذه وكتسدي اختي القريعه هاد القريعه هادي كتسديها بهاد القفاله وصافي كتبقاي تشربي في العصير ديالك. شوفوا البنات دايرين له 11.95 فيه الخضر وفيه النوار وفيه الغوز وكتديها اختي فين ما مشيتي وطحني العصير ديالك وقتاش ما بغيتي. شي حاجه زوينه يا البنات اللي جابوها لكم هنايا في اكسيون. البنات انا درت ليه الشارجور ديالي، ها هو الاخوات عندي الباتري في الساك ديالي، انا درت ليه انا دابا كنشارجي فيه من الباتري ديالي يا البنات. ها هو عندي الباتري في الساك، ها هو الاخوات كيتشارجا شي على واحد البوله هنايا حمراء. شو البنات فاش غادي تشرجه صافي ديك الساعه غادي تديه فين ما بغيتي. والله يا البنات الا شي حاجه زوينه جاوها لكم هنا في اكسيون. بارطاجيت معكم اخر مره كانوا جابوا هذا الفريش هذه المعلقات هادو صغار ب 99 سنتيم كيجي الباك فيه 4 ديال العواشقات. عقلتوا البنات اليوم كنلقاهم جايبين البنات لونسوم بالكامل وكلشي دايروا له 99 سنتيم. يعني اختي كتهزي 4 ديال العواشقات الصغار، كتهزي 4 ديال المغارفات كبار، 4 ديال الفريشطات، 4 ديال الماس، 4 ديال الفراشات كلهم 99 سنتيم، 4 ديال لي بياس. هانتوما البنات 4 بياس 4 بياس 4 بياس كلشي 99 سنتيم البنات. هانتوما يعني كتشري اللون اللي بغيت يعني كتاخذيه فهمتوا. ها هما حاطين الماس وحاطين حتى الفريشطات البنات. ها شو وفي اللوينات يعني الا بغيتي ديري الاونسومبل بحال دابا هانتوما كتهزو هما الفريشطات هما المعلقات وهما حتى المعلقات الصغار. ها انت كملتي السيرفيس كتزيدي غير الماس كتقلبي عليهم بالنوار فهمتوا البنات. حاطين اللوينات كاملين شوف كاينين الماس هنايا شوف حاطين البنات اللوينات كاملين الباك فيه 4 كلشي دايروا له 99 سنتيم. هوني البنات هادو ديال الماء ديال العصير هكا على حساب الوليدات البنات راه غير 99 سنتيم. عرفتي راه كانوا جابوهم شحال هادو وما تلاوش ردوهم 99 سنتيم. كاين فيهم هذا الغوز هذا، كاين البنات فيهم الفيغ، كاين البنات الزريرق. ها نتوما الاخوات دير لهم غير 99 سنتيم. شوف البنات كديري لهم على هذا الشكل هذا باش كيشربوا الماء. شوف البنات وكتجي فيهم واحد الطايل داخل شفتوها البنات زوين غير 99 سنتيم. لقيتهم اليوم جايبين حتى هادو ديال القهوه. شوف الاخوات كديري فيهم هكا القهوه اللي غادي للخدمه اللي خارج وكتشربي من هنا زوينين هادو غير اورو 32. كاينين البنات في النوار كاينين في الكري، هادو اول مره كنلقاهم البنات كاينين في الكري وكاينين في هذا الفيركاكي. شو ديري لهم غير اورو 32. جابوا لكم حتى هاد الموديلات هادو البنات اللي راه كانوا شحال هادو هما مقطوعين البنات راه شحال هذا ما جابوهمش زوينين. هادو كيجيبوهم في هاد الوقيته دائما كتجي البنات هكا يعني كيجيو هكا كديري فيهم الوليدات الماء المدرسه تكونوا خارجين ولا كاين هاد الموديل هذا كاين البنات ديال لاغين دوناج كاين فهمتوا على حسب البنيتات على حسب الوليدات وكيجيو بواحد السميطه هكا كيعلقوها في كتفهم زوينين. هاد الموديلات هادو جد الاورو 49 البنات راه شحال هادو هما مقطوعين اللي انتغيسي الاخوات هما داروا ليهم الروتور. الاخوات الجديد ديال اكسيون عرفتي عجبوني هاد البلاطويات هادو زوينين ديال الصيف ديال دابا جابهم لكم الماس في اكسيون. هادو الاخوات راه ماشي بلاستيك يعني هادو راه طاحوا تهرسوا زوينين. كاين هاد الموديل هذا الاخوات باغدو وكاين هاد الموديل هذا شي لي موتيف فيهم زوينين. كاين هذا كيجي الطبيسي العادي البنات وهذا كيجي شويه غارق فهمتوا زوين. كاين هاد الموديل هذا وكاين اختي حتى فهاد الستيل هذا شفتوا يعني زويناتهم. ها هو قولي بوش عندك تهرسي ها هما البنات حطيتهم لكم هنا هادو هما الموديلات اللي جابو لكم في اكسيو جداد شفتوا اول مره كنلقاهم. دير لكم اورو 79 هاد الموديل هذا وهذا الموديل اختي حتى هو اورو 79. حاط لكم هاد البلاطويات هادو البنات اللي كيبقاو غزالين شي حاجه زوينه. عرفتوا يا البنات راه ما كنلقاش الدوغي راه عشان نقول لك راه ما عرفتش البنات واش كيجيو يديو مع الليل ولا وراه كنجي في الصباح كنجي في العشيه ما شاء الله. يا البنات ما كنلقاش هاد الموديلات هادو ما كنلقاش في الدوغي كنلقى غير هاد القهيوي هذا كيجيو فيه جوج ديال ليطاجات زوين بلاطو غزال ما شاء الله راه فيه الدوغي وفيه القهيوي. البنات كيجي هاد الزاج ديالو بحال الزاج فيمي البنات فهمتوا زوين فيه جوج ديال ليطاجات تقدري تستعمليه لا ديكوراسيون كما تقدري اختي تستعمليه هكا ديري في التقديم ولا تكوني هكا تحطي شي حاجه يعني في الطبلات بغيتي تقدمي ماكله راه زوينين البنات. ديكور يعني ينفع لجوج ديال الحوايج زوينين 8.95 صافي. اختكم بشرى جمعت لافاليز ديالها جمعت اختي لافاليز الكبيره والصغيره والصاك اختي اللي غنطلع معايا للطياره صافي اختي كلشي نضيطو عبرت اختي صافي الكيلويات هما هذوك اختي باش ما نمشيش حتى للمطار ويبداو يقولوا لي لا عندك ثلاثه زايدين اربعه زايدين. المهم زوينه ديالي اختي جبت لكم اختي العده ديال السفر جبت لكم اختي مستلزمات السفر من اكسيون البنات اللي خاصها شي فاليز شي فاليز ديال الطياره اللي خاصها اختي شي ميزان طيره اختي الاكسيون. هاد السيكان راه شي حاجه زوينه يا البنات. ها نتوما الشكل ديالهم كيتيجي على مزوينه وكاين هاد الموديل هذا فيه الكري وكاين تنوار وكاين بلو مارين.
باردون لا ديفيرونس غير هذا اللي فيه كري الاخر فيه نوار. ميته هذا زوين كيجيو فيهم الجيوبه، هنا تقدري ديري قرعه ديال الماء ولا تقدري تخشي اي حاجه فهمتوا. شختي الصاك كي تيجي وكيجي فيه السميطه ها هو البنات اللي بغيتي تعلقي في الكتف ديالك سي كان علم زويناتهم. ها هما حاطينهم بكونتي تكتيره دير لهم 8.95 البنات 8.95. حاطه لكم هاد لافاليز الكبيره ما شاء الله حتى هي كتجي زوينه، راه دير لها 49 اورو زوينه البنات 49 اورو. شي نوريها لكم هاي اختي شتيها كتجيب 49 اورو كبيره. هادي اختي اللي كنصيفطو معانا اللي كنصيفطوها البنات ها اللي كنصيفطوها البنات في كنصيفطها مع الباكاج فهمتوا زوينه 49 اورو. وكاينه اختي هادي اللي كطلعي معاك للطياره شتو هادي دايره 19 اورو زوينه اختي. والميزان باش تعبري حطيناهم كنتي تكتيره ابخي ما بقيتوش غادي تلقاوهم. ها هي باردون غير جوج الاورو 95 الملت اللي انتريسي اختي اطار الاكسيون بنات. هذا هو الكري ديالو شتو الموديل كي تيجي زويون 8.95 تن. هاد التقشيرات هادو البنات اللي بزاف ديال الاخوات رسلوا لي ميساجات وقالوا لي شكرا شكرا بشرى راه حنا مشينا وخديناهم. هاد لي شوسيت هادو كديرهم اختي قبل ما كتسافري غاديه في الطياره غاديه في الترين في الباطو المهم تتكون طريق طويله دير لهم غير اورو 99 البنات. بغيت نبارطاجي معكم واحد المعلومه، انا هاد لي شوسيت هادو كديرهم حتى الوالده ديالي لان لا تنفخوا ليها رجليها ولا زوينين البنات فهمتوا. يعني كناخذهم حتى الوالده ولكن انا البنات ما كناخذهمش من اكسيون. انا البنات يعني بالنسبه لكم انتم الاخوات فاش كتكونوا في فتره الحمل بالنسبه للاخوات اللي حوامل اللي حامله الله يفكو حيلها بخير وعلى خير، واللي ما حاملاش بالنسبه اللي عندها لي فاريس هكا في رجليها ولا كيضروها رجليها كتمشي اختي عند الجينيراليست عند الطبيب اختي ديالك. بالنسبه للي فام اون سانترا اختي الطبيب ديالك هو يعطيهم لك وكتضوموندي ليه هاد القشرات هادو. هذه غير معلومه باش تعرفوها البنات. بالنسبه بغيتو هاد التقشرات هادو بغيتو حتى الليباط الليباط البنات والله القسم الا من 45 كورو 30 كورو كيبقاو لكم فابور فابور البنات. راه الا مشيتي تشريو من لا فارماسي غاليين. وهاد لي شوسيت هادو عرفتو ما كيتقطعوش البنات، انا كناخذهم ديما في فتره فاش كنت كنكون حامله هكا كنقولها للطبيب وكيعطيهم ليا وكنمشي ناخذهم من لا فارماسي. البنات كنلبسهم كاع ما عمري لبستهم ونكذب عليكم والله الا كنديهم للميمسي. سيروا عند لا فارماسي عند الطبيب ديالكم وغيعطيوكم اوردونونس وغتمشيو تشريوهم من لا فارماسي غراتوي البنات غراتوي. كيليقوا في السفر كيليقوا في كلشي البنات. انا كنديهم للميمسي كيعجبوها البنات كيزميو الرجل. ومع انا عارفين الوالده ديالي عندها مشاكل في رجيلاتها وكضرها الركبه ديالها والله البنات الا زوينين يعني حتى هادو زوينين يعني الناس اللي ما يمكنش هكا حتى هادو زوينين الاخوات غير اورو 99. انا بغيت غير نبارطاجي معكم هذه المعلومه غير للاستفاده اخواتي يعني اللي ما عارفش يعرف فهمتوا البنات. البنات كنت بارطاجيت معكم هذا الماسك هذا اختي كنقولوا حنا الكرموس ولا كرموس نصارى ولا الهنديه ولا كلش كيقول لها هذا الزوين واعر فيه البنات ربعه ديال الفوائد هذا يعني كيليق ربعه ديال الاستعمالات. تقدري تستعمليه كماسك من بعد شامبو انا اختي هذا يعني زوين للشعر كيبروتيجيه وزوين كتغسلي شعرك بشامبوان وكديري هذا الماسك هذا. بالنسبه للناس اللي عندهم كيتهرس لهم الشعر ديالهم عندهم لي بوان في الشعر ديالهم كتقدري اختي كتستعمليه كتشديه كدهنيه سوا الشعر ناسف سوا الشعر فازق وكدهنيه على الطوله ديال شعرك وكتخليه اختي ما كتشليش. ولا كتقدري اختي تستعمليه كماسك الناس اللي على حسب نمو الشعر الناس اللي كيتهرس لهم الشعر الناس اللي عندهم البهوتيه في الشعر كديريه بالليل اختي وكتنعسي كتبقاي حتى للصباح فاش كتفيقي عاد كتغسلي شعرك يعني كتخليه الليل كامل اختي في الشعر ديالك. هذا الماسك الخطير كيبقى جديد ديال اكسيون اللي الثمن ديالو 3.49 لا مارك ديال مارسي. اليوم اختي لقيتهم جايبين الشامبوان ديالو هانتوما البنات يعني تقدري تستعملي شامبوان وابخي تستعملي الماسك ديالو عرفتوا الثمن ديالو خيال يا البنات كيبقى لا مارك ديال مارسي. وشوفوا لي البنات ها هو طبيعي 96% يعني عام كيكتبوا لك ديك 100% ديروا له اورو 76 البنات اورو 76 والماسك ديالو ديروا له 3.49 اخر ما كاين في اكسيون. دارين تابي تابي واش ما لقيتوش شوف البنات لقيت هاد البنات هادو كياخذوا في هاد السيكان هادو عرفتي عجبوني هادو زوينين هادو تا هما ديال السفر البنات حطيناهم لكم هنا في اكسيون زوينين راه كاينين بزاف البنات ديال الموديلات هادو ما لقيتش الثمن ديالهم محطوط. شوف البنات كاينين حتى هاد الموديل غزال راه هادو يعني هذا الحمام السبور ولدك غادي اختي يلعب الكره ولا زوينين ويلاقوا حتى للفواياج راه كاينين ما شاء الله بزاف الاخوات ديال الموديلات ولكن دوماج ما لقيتش الثمن. البنات تلاقيت مع متتبعه ديالي قالت لي بشرى فينا هو الماسك اختي ديال الرجلين بغات تاخذوا الوالده ديالها والله القسم البنات ما لقيناه. شوفوا لي بلاصته الماسك ديال تقشير الرجلين والله يا اختي ما لقيناه عرفتوا راه كيطير ما شاء الله كيحطوه كيطير البنات.
البنات حاطين كوبرونت مي لي با تروكو اوكي سي بون. عرفتي البنات هي هاد البنت هادي جات خدات هاد الفوندو تاع عرفتي خدات من نوع الراميه البنات والله الا كاع هادشي هزات وهي البنات داتهم شو الاخوات والله الا ما شاء الله هزات منهم بزاف قالت لي زوين هذا راه ديما سبق لي بارطاجيته معكم الثمن ديالو اورو 59 هذا الموديل هذا البنات اليوم لقيتهم جايبين هاد بيبي كريم هادي اول مره كنلقاها يا اختي هزاها البنت البنات اول مره كنلقاها شو الموديل ديالها نشوف غير واش فيها البنات شوفوا لي زوينه هي البنات بيبي كريم للترطيب فيها بغيتي تشوف فيها البنات هذه فيها فونسي وهذه كليغ هذه فونسي وهذه كليغ جايبين لكم ما شاء الله فخضه جايبين لكم بزاف ديال الموديلات البنات حاطين لكم حتى هاد لا مارك هذه راه ما شاء الله هي البنات اللي باغا شي بيبي كريم للترطيب وفوندو تاع طار الاكسيون شوفوا يا البنات الناس شنو دايروا عليهم هذا الموديل هذا سبق لي بارطاجيته معكم ماركه ديالو زوينه راه هو نفس لا مارك ديال الحجبانه البنات ديال هاد التطواج ديال الحجبان نفس لا مارك البنات اليوم جابوا لكم هذا الموديل هذا اول مره كنلقاه بيبي كريم اللي عجبني فيهم البنات بجوج فيهم ايكرو ديال الشمس يعني كيبروتيجي لك لابو ديالك باردون كيبروتيجي لك اختي لابو ديالك من الشمس فيهم ايكرو ديال الشمس وفيهم الكليغ وفيهم البنات الفونسي اللي باغي شي بيبي كريم تاع والله الا هي البنات ما شاء الله شوفوا لي اختي الناس شنو دايرين عليهم وكلشي كياخذ منهم البنات ما قدرتش نكمل التصوير والناس اش دايرين عليهم يا البنات شوفوا لي شوفوا لي وشوفوا يا البنات ورا كلشي كياخذ في الفندق تاع والناس اللي مخاطف عليهم يا البنات ها متتبعه ديالي خدات وحده بالصحه والراحه حبيبه اللي خاصها شي ريحه يا البنات ها هما اختي بحال كيحطوا في السلعه البنات بحال اختي كيحطوا في الروايح لقيت واحد البغيمه البنات اول مره كنلقاها عرفتي الريحه ديالها خفيفه يا البنات شميتها ريحتها خفيفه زوينه وما غاليهش البنات غير جوج الاورو 44 هذه كترشيها على لابو ديالك اختي فاش كدوشي يعني حتى كيبرد اللحم ديالك وكتبقى فيك واحد الريحه زوينه الثمن ديالها 4 اورو 99 اختي بالنسبه للبغيم اللي كتستعمل خصكم بشره ديال كريستينا الحمراء اختي ما لقيتهاش 4 اورو ولا ماشي لا ماشي الثمن ديالها هذه دايره 6 اورو البنات كريستينا شي حاجه اللي كتخلي لك الريحه واعره اختي هاهي البنات شفتوها هي بقات وحده كتخلي لك في الحوايج ديالك وفي اللحم ديالك ريحه واعره يا البنات بالنسبه للعطور البنات هانتوما الاخوات اللي باغي الغوز الشيء راه الخير موجود البنات ما شاء الله حاطين السلعه الكحله بقات غير وحده اختي بقات غير وحده يا البنات ما شاء الله حاطين العطور البنات حاطين هاد الموديلات اللي كنبارطاجي معكم ديما ديال الوليدات المهم اللي بغى الموديلات هادشي اللي محطوطه البنات حاطين حتى هاد الموديلات زوينين كاين هاد الموديلات هادو غير اورو 89 ولكن انا كننصحكم بهاد الموديلات الاخوات جوج الاورو 95 وريحه غزاله البنات ديالي عقلتوا على البرودوي اللي كنت بارطاجيت معكم وكانت وريته لواحد الاخت تلاقيت معها في اكسيو متتبعه ديالي وخداته ياك غسلتي بيغسي الحويجات ديالك ما شاء الله وخرج لك الطبايع اشنو قلتي لي خرج بيض وعجوزي داك نهار ما داتش قالت لي دي انت جربي أه. جربت فيا تجربت فيك انت قلتها مليح مشات حتى لباري ما صابتش ما لقيتوش في باري قالت لي روحي كيتصيبي خدي لي وخدي لي عرفتي قالت لي ديك المره جيت خديت ثلاثه منهم قالت لي يا بشرى ما بقيتش كنلقاه قالت لي دابا راه ما بقاش بشرى قلت لي بسم الله عليك ها هو اختي ها هو انا جبدوا لك الحبيبه ديالي اختي شحال بغيتي ربعه خمسه سته انت بغيتي ربعه شوف البنات الله يحمي وخاصني كرسي اختي عرفتي البنات قالت لي غناخذ جوج لي وجوج لعدوزتي ربعه الله يحنيتي هكا اختي بالصحه والراحه ياك ما بغيتيهم كاملين اجي هكا اختي بالصحه البنات واخذتهم بربعه يا البنات هو بربعه شوفوا يا الاخوات عندك 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 ايوا عندك يا هذا محلول صافي معليش دوماج البنات هذا كان محلول ما مسدودش مزيان صافي معليش فيها خير دابا غير غيوسخ لك تما هانتوما زوينه ديال المتتبعه ديالي خدات ربعه وهي السيده جات بغات جوج البنات هانتوما ها هو غير واحد وهذا محلول ما غاديش تقدر دي هذا هو اللي دفق لينا البنات عرفتي ما كانش مسدود مزيان هذا لا راه ماشي ما مسدودش مهرس البنات شتو هذا راه مهرس الزين راه ماشي محلول شتو البنات هو مهرس من هنايا ما شافوش ها هي البنات اختي خدات ربعه منه راه شي حاجه زوينه ديال الطبيعه زوينه ديالي ها واحد البنت لقيت معها هي اختي خداته قالت لي جربت واعر واعر مانيفيك هي اختي الاخر سي فغي يحيد لك لي طاش يحيد لك كل شيء والله يا البنات شوفوا ها انتم راه ما بقى حتى شي حاجه عرفتي راه شي حاجه واعره البنات راه ما كيحيدش راه كيحيد ما كيحيد راه كيحيد لكم لي طاش والثمن رخيص جوج الاورو 95 انتم زوينه ديالي تلاقيت مع متتبعه ديالي وحده راه ميته بالضحك بعدا هذه قالت لي هذه قالت لي بوش راه ما جربتها اللي جربات وتحيد على التقليد قالت لي هذه اختي كتلصقي فيها التليفون في الطوموبيله
اختي قالت لي يوم ما كيطيحش لك زوين بغيت ديري جي بي اس فهمتوا بغيتي اختي كتهضري ولا شي حاجه هي البنات بشحال الثمن ديالها اش انه شي حاجه ها نتوما ها انت اختي وريوني اختي الشاريين وريوني وريوني جبدوا لي داك الشيء اللي عندكم اش خازنين البنات وقالت لي هذه بشرى جربتها قالت لي واعره زوينه ياك 7 اورو هذه باش زوينه كطوال البنات شو كطوال حتى 90 سنتيمتر يعني مترو وكدور هنا بغيتي ديري فوق شي ماريو شي حاجه فوق اي حاجه شتو على هذا الشكل هذا قالت لي زوينه بارطاجيها مع البنات 7 اورو 79 غاليه ولكن كومين زوينه يعني وشوفي وكطوال هكا لي موبل كتنقي ليك 7 اورو 79 انتم اختي طايره ربي يحفظكم زوينة ديالي كنتمنى يا ربي هاد الجولة تنال الإعجاب ديالكم ما تخرج على أختكم بشرى بالجيم والبارطاج كنبغيكم يا أحلى أخوات وكنقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.